بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نبدي مجموعة من المحاضرات التحليلات، طبعا الهندسة الكيميائية صف ثالث. فاحنا عندنا differential equation، احنا راح نبدي نحكي احنا راح نشرح الامور بطريقة مختلفة شوي، مختصرة اكثر وما تنحفظ على الوقت. احنا عندنا differential equation هنا بصورة عامة، ممكن ان احنا نحل اي differential equation بطريقتين، اما باستخدام النورمال سوليوشن اللي احنا كنا ناخذه سابقا واللي هو اخذنا بصف الاول فيرست اوردر واللي نفسه اللي يشبه سادس اعدادي الى اخره، او نحلها بواسطه اللابلاس ترانسفورم. اللابلاس ترانسفورم هذا بعدين راح ناخذه. هسه نجي نحكي على النورمال سوليوشن. النورمال سوليوشن هي المعادلات الدفرنشال اكويشن اللي تنقسم الى فيرست اوردر وسكند اوردر وهاي اوردر والى اخره. هسه راح ناخذ حاليا احنا الفيرست اوردر. الفيرست اوردر يقسم الى قسمين، يقسم الى الفيرست اوردر اللينير والنون لينير. هسه راح نجي نشرح من اللينير ومن النون لينير. النون لينير يقسم الى اكثر من قسم، اما التقسيمات طبعا كل تقسيم ينحل بطريقه خاصه به. فمثلا النون لينير اكو ينحل بالسيبريشن اوف فاريبلز، الها شروط والها حالات شو وقت نحل بها. اكو اكزاكت ينحل، اكو معادله مو اكزاكت اقدر ارجعها اكزاكت، هي نون اكزاكت في شروط وظروف معينه ارجعها للاكزاكت. اكو هوموجينيوس وكون هوموجينيوس في شروط وظروف معينه ممكن نرجعها الى هوموجينيوس. هذا السهم اللي هنا يعني نحن ممكن ان نرجعها الى هوموجينيوس، بالاضافه الى البرنولي اكويجن واللي هي همتين اللون لينير تعتبر، بس معادله ممكن ان ارجعها اني الى لينير واحده. فراح نبدي هسه نحكي بالمعادلات وحده وحده. راح ابدي اول شيء بال معروف المتعارف عليه باللون لينير واللي هي separation of variables. هسه نجي على separation of variable. طبعا احنا كل طريقه لها فد قوانين الاستعمال. احنا تجينا المعادله مال separation of variable مثلا x y dx يساوي 3 y ناقص 2 dy. separation of variable نستعملها في حاله اولا اكو عمليه ضرب او قسمه بين المتغيرات، وما استعملها في حالة ال dx او ال dy مضروبة بقوس تحوي على x و y. يعني مثلا نفرض عندي في ال dx مضروب بقوس يحوي x تربيع زائد sin ال y، هاي ما اقدر استخدم separation of variable البت، لانه الاكس انضرب بالاكس والاكس هنا انضرب بالواي، ايش راح يفصلها بعدين؟ هاي في كلش دوخه طويله. فالseparation of variable اولا يعني قليل تجي بالامتحانات، ثانيا نوعا ما الاستخدام مالتها هي بهالملاحظتين، اولا في حاله ان الاكس او الدي اكس او الدي واي ما يكون مضروب بقوس يحوي على داله اكس وواي، اذا كان مضروب بقوس يحوي داله اكس وواي فما يصير استخدم separation of variable في اغلب الاحيان. ثانيا تستخدم بين ضرب الجمع، والطريقه الادق حتى الاستدلال عليه هي بالتجربه البسيطه. يعني مثلا عندك انت هسه المعادله، يعني اكيد هي ربما انه بسيطه اقدر احلها بالسيبريشن اوف فاريبل. وتتضمن الطريقه ان افصل متغيرات الاكس مع الدي اكس على طرف على طرف، اكس مع دي اكس على طرف، وطرف متغيرات الواي مع الدي واي بالطرف الاخر. راح اجي افصل هسه عندك اكس دي اكس يساوي 3 y ناقص 2 على ال y دي y. ساقول x دي x يساوي لنا 3 ناقص 2 على y دي y. سنكامل الطرفين، راح اقول هنا ال x راح يصير تكامل نظيف، فراح يصير لنا x تربيع على 2 يساوي لي 3 y ثلاثة واي ناقص 2 لأن الواي زائدا السي واللي هو كونستانت. هذا الحل هنا لما يكون يحوي على سي اللي هو ثابت التكامل واللي هو ما معرف في كل الحلول مال الديفرنشال اكويجن يسموه الحل العام. حل عام هذا ليش عام؟ كلمة عام يعني فشي عام. هاي معادلة عامة لأنه السي مالتها ما معرف، لما نعرف السي مالتها برقم هاي يصير حل خاص. مرات مثلا يقول لك إذا نطق قيمة اكس واي، مثلا قال لك جت قيمة السي عندما الواي للصفر يساوي 12، يعني قيمة الواي تساوي 12 عند الاكس تساوي لي صفر، فاجي انا اعوضها هنا واطلع قيمه السي ثم اكتب المعادله مره ثانيه. هاي فالطريقه قديمه. يعني هذا كل ما اقدر احكي عن separation of variable، ماكو داعي احكي اكثر عنه.
اجينا طريقه الحل الثانيه واللي هي يسموها الهوموجينيوس، تكون المعادله مالتي هوموجينيوس عندما يتحقق بها الشرط الاتي. طبعا انا اعرف انتم سابقا سمعتوا خريطه هواي على هوموجينيوس، اللي يقولكم الاسس متساويه واللي يقول الاسس مختلفه. نصيحه من عندي الاستاذ اللي يجيكم قانون الاسس المتساويه، عمركم راح تظلوا كله تغلطون وما راح تفهمون ايش يقول هو. ارجعوا للتعريف الاصلي مال الهوموجينيوس. المعادله الهوموجينيوس المتجانسه هي المعادله اللي اذا الفانكشن مالتها عوضت بالاكس وبالواي مالتها اي اكس واي واي راح تبقى الفانكشن نفسها. يعني لو اروح على كل اكس وواي اعوض بصف الاكس اي اكس واعوض بصف الواي اي واي، بحيث هذا الاي اقدر اسحبه عامل مشترك ويختفي بحيث وجوده من عدم وجوده نفس الشيء. واحد يقول لي شلون؟ هنا انا مثلا راح اجي اعوض مكان كل اكس وكل واي اي اكس واي واي، راح اجي على اول واحد اي اكس زائد اي واي دي واي زائد اي للاكس دي اكس. هسه هاي المعادله تمثل الاف اي اكس اي واي، صح؟ هسه خل اشوف الاي راح اسحب منه عامل مشترك، راح يصير اي اكس زائد واي دي واي زائد اي اكس دي اكس يساوي زيرو. حسب مره لو عامل مشترك دي واي يساوي زيرو، اذا الاي راح ويا الصفر، فبقت المعادله اكس زائد واي دي واي زائد اكس دي اكس، واللي هي نفسها الاف للاكس للواي، كانه ماكو شيء ما سويت. اذا هاي المعادله اول وحده هوموجينيوس. نجي على ثاني معادله، ححط هنا انا راح التعويض مالتها راح يصير اي اكس تربيع، طبعا الاي يدخل بالفانكشن مال اكس لا انسى، اي اكس اي واي دي واي اي اكس تربيع دي اكس يساوي زيرو. اي اكس تربيع هنا واي في اي اي تربيع، هنا اي تربيع وهنا اي تربيع، اسحبها عامل مشترك ويا الاي تربيع منها اسحبها كل عامل مشترك راحت ويا صفر، اذا هاي المعادله ايضا هوموجينيوس. زين خلينا ناخذ مثال اخر، عندك هذه مثلا واي x dx زائد ساين الواي dx يساوي زيرو. خل اجرب ax dx زائد ساين اي واي dx يساوي صفر. الاي من اقدر اسحبه عامل مشترك بس الاي ببطنه ما اقدر اطلع مهما حاولت، اذا هاي المعادله مو هوموجينيوس. ليش؟ لانه الاف للاي اكس اي واي لا يساوي اف للاكس الواي. اف الاكس الواي هي هذه، هي هاي المعادله، واف اي اكس اي واي هي هاي الاي، ما اقدر اسحبه منها عامل مشترك ما اقدر، راح ينقسم هنا على اي، اي موجود ببطن الساين والكوساين، افد مشكله، اذا هاي المعادله ما تصير. صح الطريقه مالتي قد تشوفوها شويه اصعب من طريقتنا، بس هي هاي طريقه تضمن لكم انه السؤال اللي راح يجيبه راح تجاوبون عليه، لانه راح يجيب لكم سؤال هو يخلي لكم فد لوفه، اللوفه ما قالها بطريقته، انا اعرفه كل الزين. مثلا هذا عندك دي واي زائد ساين واي على اكس دي اكس يساوي صفر. خل اعوض هنا ماكو اكس فدي واي تبقى يساوي زائد ساين اي واي على اي اكس دي اكس يساوي زيرو. الاي راح ويا الاي، اذا دي واي زائد ساين الواي على اكس دي اكس يساوي زيرو، اذا هوموجينيوس هالمعادله. وهكذا امثله كومه، جربوا هاي الطريقه على كل الامثله اللي عندكم، واي سؤال عود قولوا لي اياه بعدين.